আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا
فإذا جاء شديد فجاسوا خلال كان وعدا مفعولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدا وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. এখনই এশার আজান হবে, আজান পরপরই ঠিক 10 মিনিট বাদ 7টার সময় এশার জামাত শুরু হবে। নামাজ পরেই এর ভিতরে আশা করছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি চাই হুজুর চলে আসবেন। তো নামাজের পরপরেই জিকিরের অনুষ্ঠান, এখনো যারা অপেক্ষায় রয়েছেন, এখনো যারা সময় গুনছেন, প্রহর গুনছেন, আমি সকলের কাছেই আবেদন করছি সব কাজ ছেড়ে দিয়ে অনুগ্রহ করে মসজিদ এবং মাদ্রাসার আঙিনায় চলে আসুন। জিকিরের অনুষ্ঠানটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায় খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ যেন কবুল করিয়ে নেন, এবং যারা রাস্তাঘাটে রয়েছেন অযথার সময় নষ্ট করছেন সকলকেই মাদ্রাসায় চলে আসবার জন্য অনুরোধ রইল। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد